يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلادنا التصوف كثير وعبادة القبور كثيرة، ووالدينا وأهلينا يذبحون لغير الله، مع العلم أن هؤلاء لم يبين لهم ذلك ولم ينصحهم أحد. كما أشار السائل قريبا، الواجب عليكم إذا ذهبتم إلى بلادكم وإلى عشيرتكم وأقاربكم أنكم تدعون إلى الله وتبينون لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديهم. نعم.